لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا السلالة الهندية هما جوج حالات في العاصمة الاقتصادية بكازا. المصدر وفق ما كتبته جودة قال باللي كاين عمل كبير ومجهودات لا توصف من قبل وزارتي الداخلية والصحة لاحتواء هذه البؤرة الصغيرة. معطيات حصرية لذات الجريدة تفيد باللي عدد المخالطين هما 17 شخصا وكلهم ما فيهمش كورونا. ذات المصدر أكد أنها جوج حالات تقاسوا بالسلالة الهندية، حالتهم مستقرة وكاين في مستشفى عمومي بالدار البيضاء. الوضعية متحكم فيها، كاين مجهودات كبيرة لوزارتي الصحة والداخلية. دابا المغاربة خاصهم يلتزموا أكثر والكثير من الحذر. مسؤول بوزارة الصحة دار صرخة وقال بخلاصة الحذر الحذر، كل واحد يبدأ من راسه يزير ويلبس الكمامة ويدير التباعد وينقص من خيطي بيطي. وفي هذا الصدد أكد البروفيسور مولاي سعيد عفيفة تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا من السلالة الهندية التي دخلت للمغرب. وأوضح عفيف لجود دائما أن الحالة اللي دخلت للمغرب تحت الحراسة المشددة، مؤكدا أن كاين عمل كبير لوزارة الصحة لتشخيص مخالطينا. وشدد المصدر نفسه نفس العمل اللي درنا المتحور البريطاني غنديروه المتحور الهندي. وقال البروفيسور إن تجربة الأقاليم الجنوبية رائدة بحيث تم احتواء المتحور البريطاني في مدينة الداخلة. المتحور البريطاني كان غير في 7 الجهات حسب ذات المصدر. نشكركم على حسن المتابعة.